الدور حتى احنا عندنا فيها كاميرات، هذه الممارسات لا تتم امام الكاميرات، لا تتم امام عارفين الكاميرات اماكن الكاميرات كمان طبعا، خاصة لا خاصة يا فندم لو المكان اسري، يعني المكان حيث لما تروح تزوره ده بيت اسرة، ده هو كان بيتهم، كان بيت الاسرة كلها، وهناك حتى احنا قضينا اليوم هناك مع البنات عشان نطمن، وقابلنا بعض الاهالي، الاهالي مبسوطين، البنات لم يبدو عليهم اي حاجة. السياسة اللي احنا بناخدها في الدولة دلوقتي ان احنا نقلل المؤسسات تماما، لان احنا دلوقتي حتى انا بدور على الولاد اللي تحت سن سنتين والاسر المتقدمة للكفالة، احنا بنطلب منهم ياخدوا الولاد اللي تحت 4 سنين. سيادة الرئيس حتى وجه انه قال ان حتى لو الاسر غير قادرة على الانفاق، ولان نساعدهم. عندنا حوالي 30% من الولاد معلومي النسب، لكن لو الأسرة قادرة على الرعاية ولكن غير قادرة على الإنفاق نقدر نساعدهم نساعدهم ماديا، بس تبقى الأسر مع أسرها الطبيعية. عملنا برنامج للأيتام وأتحنا مبالغ للأسر الممتدة عشان نشجعهم ياخدوا الولاد، لأن اللي جاي من أسر معلومة النسب منهم أيضا أطفال جايين بانحرافات لوحديهم، صحيح. لكن اللي كريم النسب دول ولادنا إحنا اللي مربينهم من زمان. لكن اللي إحنا بنعمله دلوقتي إن إحنا في حملة تطهير كاملة، وطبيعي جدا إن إحنا هنلاقي مشاكل وإحنا في السكة، لكن إحنا في طريقنا إلى تنظيف كل يعني تراكمات بقالها سنوات عديدة، وأخذنا بتوع الرعاية اللاحقة ودلوقتي بنساعدهم بتمويل وبنساعدهم بتسكين، وعشان نقدر نتفادى اي مشكله. احنا عندنا كام دار يا دكتور معالي الوزير؟ 516. 516 دار، مين اللي بيديرهم؟ يعني قطاع مدني ولا الحكومي؟ لا قطاع حكومي، وبنسنده لجمعيات اهليه تحت اشراف الوزاره، وتحت اشراف طبعا مش احنا لوحدنا اللي بنراقب، في جهات عديده بتراقب هي الاخرى. طب وانت تقديري ال 15 عايزين نقلصهم ولا نعيد ترتيبهم؟ لا نقلصهم تماما، لان احنا اوريدي بدانا ندمج مؤسسات في بعضها، لان في بعضهم في مثلا 12 طفل بس، في بعضهم في 40 طفل، فبدانا ناخد المؤسسات الكبيره ونطورها ونضم الاطفال مع بعضها علشان نقدر نحكم الاشراف والمتابعه من قبل مديرياتنا. يعني احنا عندنا مساءله للموظفين، ويمكن ده حصلت في اكتر من واقع لدوت، اغلقنا جمعيات غير اهل ما كانش فيها مثل هذه الانحرافات، لكن ممكن نلاقيهم مش متفقين مع المعايير. سياده النائب العام طبعا بيتدخل معانا في وقائع اللي ممكن يكون فيها مخالفات من قبل حتى المشرفين او من قبل الخارجين او المتبرعين، لكن احنا بالنسبه لنا الخيار الامثل هي الاسر الكافله علشان يقدر الطفل ينشا في بيئه طبيعيه. لكن في بعض الممارسات يعني الحقيقه لا يتخيلها عقل عما حدث في هذه الدار. انا على فكره، على فكره دكتور نيفين، انا مكسوف والله، اقسم بالله وحياه اولادي انا مكسوف وانا بفتح الموضوع، انا خجلان.